حول هذه التطورات الملتهبة معنا من كييف مفدنا عماد الأطرش. عماد، تطورات كبيرة جدا، تصعيد، لكن هذه المرة نحن نتحدث عن تصعيد أكبر قبيل القمة الأوروبية. كيف يبدو الوضع الميداني عماد؟ نعم ماجد، كما تقول المصادر العسكرية الأوكرانية هي لا تخفي بأن القوات الروسية تحرز تقدما كبيرا في لوغانسك، في حيث مدينتي سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك التي ذكرتها في الخبر. طبعا هناك تقدم، يعني مدينة سيفيرودونيتسك تسيطر عليها القوات الروسية بشكل شبه كامل، الأوكرانيون أنفسهم يعترفون بذلك. لم يتبقى سوى جزء صغير من هذه المدينة في أيدي القوات الأوكرانية، خاصة المنطقة التي تضم مصنع أزوت. صباح هذا اليوم احتدمت المعارك أيضا في ليزيتشانسك، وهي مدينة مجاورة لسيفيرودونيتسك. عدد سكانها يبلغ طبعا قبل الأعمال العسكرية حوالي 100,000 نسمة حسب أحصاء عام 2017. هناك إذن احتدام للمعارك في إقليم في لوغانسك، في منطقة لوغانسك، حيث تقع مدينتا سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك. في المقابل، الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال صباح اليوم بأنه على الرغم من أن الحدود الحربية أو أن الجبهة تمتد على أكثر من 2500 كيلومتر مع القوات الروسية، إلا أن المعركة الاستراتيجية، إلا أن المبادرة الاستراتيجية لم تزل في أيدي القوات الأوكرانية حسب قوله. وبالطبع ينتظر المسؤولون الأوكرانيون هنا في كييف القمة الأوروبية التي ستعقد كما ذكرت يومي الخميس والجمعة، والتي ستنظر في مسألة ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتمناه الأوكرانيون أنفسهم، حيث قالوا بالأمس بأن هذا الأسبوع هو أسبوع تاريخي في تاريخ هذا البلد منذ استقلاله عام 91. ماجد، من كييف مفدنا عماد الأطرش، شكرا لك.